مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم الصحه والجمال، حلقه جديده بعنوان انت تقدر. حلقه النهارده خاصه بطلاب الثانويه وكمان طلاب الكليه، يعني حضرتك لو بتدرس في اي مرحله عمريه ركز معايا كويس، الكلام ده هيفيدك. انا عارف كويس وخصصت الحلقه دي علشان خاطر سيادتك، عارف كويس ان اكتر حد مهان هو الطالب. الطالب اللي ما بيحسش بحد ان هو حاسس بيه، بيكون حاسس طول الوقت ان مفيش حد حاسس بيه. الطالب ان هو بيفكر دايما ان مفيش حد مديله القدر اللي هو عايزه، القدر اللي هو عايز يوصل له مفيش حد مديهوله. ومن هنا السؤال، انت ليه اصلا شاغل نفسك بالناس؟ المفترض لو انت عايز تنجح انجح، ما تدورش على غيرك اذا كان ده بيفكر فيك. وعايز اقول لك حاجه قبل اي حاجه خالص، مفيش حد هيدعمك وانت في بدايه طريقك، مفيش حد هيوقف معاك وانت في بدايه الطريق. كمل مشوارك وفي الاخر خالص لما تنجح هتلاقي الناس كلها جنبك، وكمان ناس ما تعرفهاش ولا عمرك شفتها هتتصدم ان هي دخلت منين الله اعلم في حياتك. فنصيحتي لك يا حبيبي الغالي، مفيش اي حد هيقف جنبك ولا هيدعمك وانت في بدايه طريقك. فطريق النجاح هو واقف عليك انت، انجح لنفسك ما تنجحش لغيرك. النجاح ده هيفيدك انت مش هيفيد غيرك. واحد من السعوديه طفل حوالي 13 او 14 سنه او تقريبا 17 سنة على ما اعتقد او اتذكر، الطالب ده يعني عايش بربع جسد، اللي هو عايش بربع جسد، تمام؟ فده هيعمل ايه؟ الطفل ده قدم كاس العالم في افتتاحية كاس العالم، وكمان بيقول ان هو عايز يصعد جبل على قمة إفرست. عارفين قمة إفرست ده ارتفاعها اصلا 8848 متر. ده طفل عايش بربع جسد، اللي هو لا رجل، ده بيطلع ازاي؟ فاللي عايز زي ما بيقولوا كده اجدادنا الله يبارك فيهم ويحفظهم، بيقول العطشان يكسر البير علشان خاطر يشرب. فانت لو عايز تنجح اتقدم وخد خطوه لقدام عشان خاطر توصل. طول ما انت بتقول انا عايز انجح، ناس كتير خالص قالوا احنا عايزين ننجحوا، بس قليلين اللي وصلوا اللي هم عايزينه. فحضرتك لو عايز تنجح ما تبصش ولا تدور على ان ده بيتكلم عليا او ده ما بيتكلمش عليا او ده مهتم بيا او ده مش مهتم بيا. سيادتك بتنجح لنفسك، انت بتدور على كلام الناس ليه؟ حضرتك بتنجح لنفسك. النجاح اخوانا في حياه كل بني ادم عامل زي حاجه واحده بس، زي ان واحد سايق عربيه جميله خالص هو شاريها، وهو ماشي في الطريق فجاه لقى ان المرايه اتخبطت واتكسرت، تمام؟ فمشى، انا عندي كده اول مشكله، لان هو كان ما كانش مركز في الطريق، فالمرايه اتخبطت واتكسرت، فكده ترتب عندي مشكلتين. وهو ماشي كل شويه، طب انا هصلح المرايه ازاي؟ طب عمال يفكر في المرايه هتتصلح ازاي؟ فجاه راح اصطدم في عربيه قدامه، كده بقى عنده مشكلتين. كمان شويه دخل على إشارة مرور وعداها من غير ما ياخد باله، كده عنده ثلاث مشاكل. فالإنسان اللي هيدور على المشاكل اللي عدت في حياته مش هيتقدم. فحضرتك لو أنت سمعني دلوقتي، طالب في الإعداد الابتدائي الثانوي الكلية، أنت دلوقتي ما تدورش على كلام الناس ده بيقول إيه أو ده ما بيقولش إيه. حضرتك انجح لنفسك، مفيش حد هيدعمك غير وانت ناجح، غير لما توصل. والله العظيم واحد أنا أعرفه شخصيا، الواحد ده يعني سبحان الله كان من بلد عديمة النامية خالص. الواحد الشخص ده بيقول ايه؟ ان انا في الاول خالص ايام ما كنت في الثانوي الناس كانوا بيقولوا يا ابني اطلع اشتغل مع ابوك، انت مش ناجح، انت بتعمل ايه؟ التعليم ده مش لك، انت اللي انت بتعمله. طب لما بيقول ان انا مثلا عملت كذا وخليت كذا، الناس بتقول له طب لما توصل وبتكلم، تعالوا دوروا عليه دلوقتي. مفيش حد الاول كان بيرضى يكلمه ولا بص في وشه، دلوقتي بقى سيادة المستشار، الناس كلها بتتمنى تكلمه وتقعد معاه، الناس كلها دلوقتي بتجري عليه، الناس دلوقتي كلها بتحجز معاه مواعيد عشان تكلمه. فحضرتك عايز تنجح ما تبصش على اللي ورا، بص على اللي قدام، بص خد خطوه لقدام. ولازم تحدد هدفك، المصير اللي انت عايز توصل له. شوف انت عايز توصل لايه واوصل. انت عايز تطلع دكتور، ايه اللي منعك؟ عايز تطلع مهندس، ايه اللي منعك؟ عايز تطلع وكيل نيابه، ايه اللي منعك؟ عايز تطلع مستشار، ايه اللي منعك؟ اوصل، لان مفيش حد هيدعمك غير لما توصل. وساعتها هتلاقي اللي تعرفه واللي ما تعرفوش، ده اصله نجح، ده عملها، انا كنت متاكد ان هو هينجح بالرغم ان هو ما كانش متاكد ولا حاجه، ده اكتر واحد كان بيحقد عليك. فسيادتك عايز تنجح اوعى تدور على كلام الناس. الناس دايما مش يعني بتتكلم مع الناجح عشان يفشل ويبقى فاشل زيهم. يعني حضرتك في واحد كان في تانية ثانوي على ما اتذكر كان بيقول لي ايه، قابلني كده بيقول لقيته محبط، فبساله بقول له انت مالك؟ بيقول لي انا ماشي في الطريق فقابلني واحد بيقول لي ايه،
بيقول لي انت فاشل وروح وما انتش نافع. الكلمه دي خدت معاه حوالي يومين وليله، يعني اللي هو بيفكر فيها يومين، وتعبته نفسيا وجات على نفسيته ودمرته. فقلت له طب انت شاغل نفسك ليه؟ قلت له ركز معايا، لو جبنا ليمونه وعصرناها، الليمونه دي هتنزل ايه؟ عصير بطيخ؟ طيب عشان خاطري ممكن تنزل عصير بطيخ؟ طيب عصير تفاح؟ طب اي حاجه من دي؟ مستحيل. الليمونه هتنزل اللي فيها اللي هو ايه؟ عصير ليمون. فما فيش عصير، ما فيش فاكهه بتنزل عصير غير العصير اللي هو موجود فيها. فحضرتك الشخص اللي قال لك كده ده هو بيطلع اللي جواه، الحاجه اللي جواه مش اللي جواك. ما تسمحش لحد اللي هو يخش في داخلك ويشوف ايه اللي جواك، ما هو مش عارف اذا كان كنت انت هتنجح ولا لا. انت حضرتك عارف ان انت هتنجح ولا لا، فبتدور على كلام الناس ليه؟ بتدور انت محبط ليه؟ ما تاخد خطوه لقدام، طب ما تنجح، ما تتغير. لا حضرتك قاعد قافل الباب على نفسك ويلا السلام على الدنيا السلام. طيب وانت منتظر ايه من ده كله؟ ما بتتقدمش ليه؟ انت عايز، انت ما صدقت تسمع كلمه من اي حد، ده بيقول لي ما اناش ناجح، ده بيقول لي اصلك مش عارف منين، ده بيقول لي اصل انت ابن مين، ده ما تنجح، انت مالك بده كله؟ الناجح هل لما تشتغل انت الناس دي هتاخد من فلوسك من راتبك؟ هل لما تشتغل الناس دي هتنفعك؟ هل لو فشلت الناس دي هتصرف عليك؟ هل لو نجحت الناس دي هتنفعك في حاجه؟ انت نجحت هتفيد غيرك. ما هو في كلتا الحالتين لازم انت تركز معايا، اللي انت ايه القصه اخرها اخر المشوار حد هيتسقف له، انت ماشي انت وحد صاحبك في الاخر كده لازم حد يتسقف له، يا انت يا صاحبك. لو انت نجحت صاحبك هيسقف لك، لو صاحبك نجح انت اللي هتسقف له. فمين اللي هيتسقف له؟ مين اللي هيتسقف له؟ طريق نجاحك مبني على جمال. لو انت عايز توصل هتوصل، مش عايز توصل وبتفكر في العقبات اللي فاتت او الصدمات اللي عدت في حياتك او في حياتك بصفه عامه ما انتش واصل. فحضرتك انا بس جاي النهارده هقول لك حاجه واحده بس، لو انت مفيش او مش هتقدر توصل او هتمشي خطوتين وتقول لي اصل مش قادر، اصل الناس بتتكلم عليا، سيادتك اقعد في البيت وما تتعبناش ولا تقرفنا معاك وما تملاش حيز فراغ من السوق مش بتاعك، يعني ما تاخدش حيز في السوق مش بتاعك. طالما مش هتنجح اقعد في بيتك، ما تدوشناش على الفاضي. انت طالع من بيتك انجح، انت محدد هدف قدامك ما تضيعش وقت، انت عايز تنجح ايه اللي موقفك؟ ما تنجح. هو الناس العلماء والاطباء والدكاتره والوكلاء النيابه والمستشارين دول احسن منك في ايه؟ اصل الناس بتتكلم عليا وبيقولوا لي اصل انا مش نافع وانا مش عارف ايه، وانت مالك بالناس؟ انت مالك بالناس؟ هو انت اللي في الاخر هيتقال لك يا سياده وكيل النيابه او يا حضره الدكتور او الى اخره. لا تنشغل بكلام الاخرين، لا تنشغل بكلام الاخرين، ما تعملش حساب لحد مش عامل لك حساب. بتعمل حساب للناس ليه؟ هو حد مش عامل لك حساب، سيادتك بتعمل له حساب ليه؟ فانا النهارده عايز اقول لك ما تعملش قيمه لحد مش عامل لك قيمه، مش صعبه خالص. ما تعملش المستحيل علشان ناس ما عملتش الممكن عشان خاطر سيادتك. انجح ومالكش دعوه بغيرك، انجح ومالكش دعوه بكلام الناس. انت منطلق طالع من بيتك عارف اللي انت رايح على طريق نجاحك، مالك انت بكلام الناس؟ ده عامل زي واحد طالع راكب مثلا، يعني مثلا لو انت طالع من البيت وقفت تاكسي، اول كلمه هيقولها لك بتاع التاكسي انت رايح فين، هدفك فين، انت عايز توصل فين. طيب حددت هدفك ولا هتعيش تايه زيك زي اي حد وهتقول له مثلا انا عايز اروح طب لف بيها شويه وان شاء الله لو لقيت اي حاجه كده تمام. طيب انا هطلع مع مكالمه هاتفيه مع الاستاذ الدكتور حمدي سعد عميد كليه الشريعه والقانون بطنطا جامعه الازهر. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا استاذ احمد. ازيك يا دكتور؟ اخبار حضرتك ايه؟ السلام عليكم، كيف الحال؟ نورت الدنيا يا دكتور. عليك على يبارك فيك يا استاذ احمد. الله يبارك في حضرتك، نورت قناه صحوه جمال. الله يبارك فيك. الله يكرمك. طبعا انا بشكرك جدا على الكلام الجميل اللي انت قلته وعلى دعوتك ليا للمشاركه معاك. وصراحه الكلام انت بتقوله كلام طيب جدا جدا. الله يكرمك. وكلام فعلا نابع من القلب وموجه بايمان وصدق للشباب وكل المراحل العمريه. انا فعلا بشكرك عليه، انه كلام ناضج جدا جدا. الله يكرمك. وانا يعني بأيده تماما يعني. الله يبارك في حضرتك يا دكتور، ده شرف ليا ان حضرتك شرفتنا النهارده وسعيد جدا 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 والله. انا اسعد استاذ احمد، الله يبارك فيك. نورت قناه صحه وجمال كلها يا دكتور. الله يبارك فيك. دكتور لو سمحت، كل العاملين معاك في البرنامج وفي القناه. الله يكرمك يا دكتور، لو سمحت يا دكتور. اتفضل. احنا طبعا دلوقتي الناس لاقت نهضه كبيره خالص في كليه الشريعه والقانون بطنطا، خصيصا في طنطا. وانا صراحه لما سالت
سمعت كلام كبير ان النهضه دي ما حصلتش غير في وقت ما حضرتك شرفت الكليه. فانا عايز اسال حضرتك ايه سبب النهضه دي، مع ان انا متاكد ان حضرتك كل حاجه بتعملها من قلبك، لان انا ما شفتش واحد في الكليه بيختلف عليك، ان كان عامل او ان كان طالب او ان كان دكتور، اي حد في الكليه. الله يخليك يا استاذ احمد. اولا انا بشكرك على الكلام الجميل ده، وده فعلا انا يعني مش يعني مش انا السبب الرئيسي، يعني انا بشكرك عليه، لكن انا تواضع من حضرتك. الكليه وزي كل الزملاء مشاركين معانا في كل النجاح اللي في الكليه. نعم. طبعا الحمد لله في كليه الشريعه وقم بطنطا احنا اول كليه حصلت على الاعتماد من الهيئه القوميه لضمان الجوده والاعتماد على مستوى جمهوريه مصر العربيه. نعم. سواء على مستوى كليات الشريعه والقانون ككل او على مستوى كليات الحقوق. الله. وده طبعا الحمد لله كان بفضل توفيق ربنا عز وجل، ثم بمجهود كل العاملين بالكليه في ذلك الوقت. نعم. بدءا من فضيله العميد الاستاذ الدكتور عبد الحكيم الشرقاوي والدكتور نزيه عبد المقصود. نعم. والدكتور ماهر والدكتور محمود عثمان، كل الزملاء والدكتور اسامه الشيخ، كل الزملاء في الكليه انذاك صراحه بذلوا مجهود كبير جدا جدا في سبيل حصول الكليه على الاعتماد. نعم. الكليه فعلا في الفتره الاخيره شهدت نهضه، سواء في البنيه التحتيه، سواء في البرامج التعليميه، سواء في الناحيه التدريسيه، سواء من ناحيه الطلاب ومن ناحيه المشاركه المجتمعيه وغيرها من المستويات العلميه. من ناحيه البنيه التحتيه الحمد لله احنا بالكليه يمكن جميع الطلاب وكل من يزور الكليه يرى هذه الطفره وهذا التطور الكبير، سواء في المدرجات او في القاعات او في مكاتب الاساتذه او في الجهاز الاداري او في المكاتب المخصصه لزملاء اعضاء التدريس او في مكاتب زملاء اعضاء الهيئه المعاونه، او حتى في اتمام اجراءات الطلاب سواء في الالتحاق بالكليه او الحصول على الشهادات او الحصول على ما يريدونه من خدمات. الحمد لله عندنا تطور كبير جدا جدا على مستوى الناحيه التعليميه، فلم تعد الدراسه مجرد محاضرات تلقى، مجرد كلام يتواصل بين الاستاذ والطالب فقط، ولكن اصبح هناك مشاركه للطالب في المحاضرات وحوار مع الاساتذه في اثناء المحاضره. اصبح هناك تطوير كبير جدا في المنظومه من ناحيه تيسير وتسهيل وسائل الباوربوينت وعرض المحتوى العلمي للطلاب، فضلا عن مشاركه الطلاب نفسهم مع الاساتذه في المحاضرات عن طريق الحوار والقضايا ومجرد وتسجيل محتوى المحاضره امام الجميع، فبيدي تنافس بين الطلاب ومساعده للاساتذه وتسهيل للمعلومات وتحضيرها. عندنا الحمد لله تطور كبير من ناحيه المشاركه المجتمعيه. كليه الشريعه والقانون بطنطا الان معروفه ومعلومه لدى جميع الجهات المعنيه سواء في محافظه الغربيه او غيرها من المحافظات. الحمد لله عندنا مشاركه قويه جدا مع وزاره الشباب والرياضه، مع الصحه، مديريه الصحه، مع المنظمه العالميه لخليج الازهر، مع جامعه طنطا بكل كلياتها واعضاء هيئه التدريس فيها وطلابها، من ناحيه الندوات والمؤتمرات والمشاركات العلميه. عندنا دورات تدريبيه للطلاب من جهات المعنية وخاصة من الشباب والرياضة وما تقدمه من برامج جميلة في هذا الشأن على مستوى العام الدراسي، على طول العام الدراسي من أول عام الدراسي إلى نهاية العام الدراسي. الحمد لله في دورات تدريبية للطلاب ومن هذه الجهات، فضلا عما يقوم به السادة الأساتذة أعضاء التدريس في الكلية من تدريب الطلاب نفسهم على المحاكم الصورية وعلى الفتوى وعلى الخطابة وعلى إلقاء المحاضرات وغيرها من مثل هذه المشاركة. نعم. فبالفعل الحمد لله نحن يعني أن نسعى جاهدا إلى تطوير الناحية التعليمية
للطلاب في كلية الشريعة والقانون بطنطا. فضلا عن ذلك يمكن انت استاذ احمد شاركت معانا وشفت معانا الانشطه الطلابيه لجميع الطلاب وعلى مستوى السنوات الدراسيه الحمد لله، سواء انشطه رياضيه ثقافيه علميه في الكليه وعلى مستوى الجامعه، وليس ذلك فقط بل ايضا مع الجهات المعنيه خارج الجامعه. فعندنا طلاب من اجل مصر، وعندنا الطلاب اللي بيشاركوا في المحافل والمؤتمرات الدولية، وكان آخرها المؤتمر المناخ الأخير وغيره من المؤتمرات على مستوى الدولة شارك فيها مجموعة من الطلاب. عندنا كمان أستاذ أحمد إن شاء الله معانا، أنت معانا في مشاركة الطلاب في البرلمان العربي، البرلمان العربي ومشاركة الطلاب فيه على المستوى الدولة ككل. الحمد لله عندنا مشاركه طلابيه واسعه في هذا الاطار. فنحن الحمد لله في كليه الشريعه والقانون بطنطا نسعى جاهدا ودائما الى ان يكون مستوى الكليه ما يليق بها وبطلابها وباعضاء التدريس فيها واساتذتها جميعا. نعم. طيب يا دكتور، احنا دايما بنشوف ان طلبه الشريعه والقانون في اي مكان الناس بتحبطهم وبتقول لهم مثلا ايه، النيابه ده مش سكتك، مجلس الدوله ده مش بتاعك. فعايز حضرتك يعني لو تسمح يعني تهدي كل الطلاب شويه يعني تقول لهم ان انت هتوصله. الله، السؤال ده جميل جدا جدا يا احمد، انا بشكرك عليه. الله يكرمك يا دكتور. هو فعلا بعض الطلاب فعلا قد يوجد لديهم بعض الاحباط شويه. نعم. ان هروح النيابه فين، او اروح القضاء فين، او اروح هشتغل فين، او هعمل ايه. لا بالعكس، احنا الحمد لله بيلتحق من كل شريعه وقانون بطنطا نسبه كبيره او مجموعه كبيره من الطلاب في الهيئات القضائيه، سواء في مجلس الدوله او النيابه العامه او النيابه الاداريه او هيئه قضايا الدوله، والحمد لله مشهود لهم جميعا بالكفاءه والابداع وحسن الاداء في كل هذه الجهات القضائيه، ومشهورين جدا ومعروفين باخلاصهم وتفانيهم وحسن ادائهم لاعمالهم وتفوقهم وتميزهم فيما يقوم به من يقومون به من اعمال. الهيئات القضائيه الان لا تعتمد على معلش كما يقال على الوسطة او على المال او لا، بالعكس تعتمد على الكفاءه وعلى مجهود الطالب، وده الحمد لله احنا عندنا طلاب كتير بيحصلوا على تقديرات وبيلتحقوا بالجهات القضائيه، ويمكن احنا الحمد لله كل سنه ما لا يقل عن 20 او 30 خريج من الشريعه والقانون بيلتحقوا بالجهات القضائيه اللي انا ذكرتها قبل ذلك. فضلا عن امكانيه التحاقهم بالاستشارات القانونيه والبنوك والجهات الاخرى القضائيه كالوظائف في المحكمه او الوظائف في نقابه المحامين وغيرها من هذه الجهات القضائيه. الى جانب تخصصهم وابداعهم في مجال الشريعه ايضا الى جانب مجال القانون. نعم. الاستاذ الدكتور حمدي سعد وكيل كليه الشريعه والقانون بطنطا، اشكرك شكر كبير خالص، وان شاء الله حضرتك هتوعدنا ان انت هتشرفنا حلقه كامله في فتره الاجازه باذن الله. شكرا لحضرتك يا دكتور. فنرجع لحضراتكم تاني واقول لك ان انت عايز توصل، حدد الهدف اللي انت عايز توصل له. يعني انت دلوقتي قدامك هدف عايز توصل له، ما توصل له ايه اللي منعك؟ واحد مثلا رايح لسواق التاكسي بيقول له، اول حاجه بيساله سواق التاكسي انت رايح فين؟ ما طالما انت حددت الهدف اللي انت عايز توصل له هتوصل وتركب، هتركب وتوصل. طب واحد تاني وقف التاكسي ده ومش عايز، هو بيقول له انا مش عارف انا رايح فين، طب لف واي حته حلوه كده هنزل اقعد فيها شم شويه هوا. ففي فرق ما بين الاثنين، الاول اللي حدد الهدف بتاعه ما خسرش مجهود ولا خسر فلوس ولا العداد عدله ووصل بدري خالص من غير اي دوشه. طب اللي ما حددش هدفه وعارف هو راح فين، ضيع في وقته وخسر في فلوس وزل نفسه على الفاضي. فحضرتك حدد هدفك هتوصل، عايز تبقى اي حاجه اي حاجه. يعني الدكتور حمدي سعد ربنا يبارك له ويحفظه ويخليه لنا رب، دكتور حمدي سعد بيقول لك يعني انت تقدر، معنى الكلام ده ان انت عندنا في كليه الشريعه والقانون بطنطا كل سنه 20 واحد، تخيل 20 واحد بيدخل في
الهيئات النيابية والقانون والقضاء بصفة عامة، تخيل 20 طالب من كلية، فده حاجة جميلة خالص. فحضرتك ما تحبطش، هتوصل، ما تحبطش والله لا توصل، طالما انت حطيت الهدف قدامك هتوصل. ايه اللي منعك؟ ايه اللي منعك عن وصول الهدف؟ وطبعا احنا هيخش معانا في كمان مكالمة هاتفية معالي المستشار، معالي المستشار علي دوالي، وهو شرفنا في قناة الصحة والجمال حلقة انت تقدر. اهلا وسهلا بمعاليك سيادة المستشار. سيادة المستشار، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لحضرتك استاذ احمد. الله يكرمك يا سيادة المستشار، اخبار حضرتك ايه؟ انا بخير والله. انا مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على الساده المشاهدين. الله يكرمك. طبعا قناة صحة الجمال وحلقة انت تقدر، شرفت الدنيا ونورتنا كلنا يا فندم. لا والله انا بشكر حضرتك وبشكر القناة والاعداد وبشكر الساده المشاهدين. الله يبارك في حضرتك سيادة المستشار. طيب سيادة المستشار، انا عايز اسأل حضرتك سؤال في الاول. اتفضل. دلوقتي اي طالب بيمر في المرحله ان كانت ابتدائيه اعداديه ثانويه كليه، دلوقتي الطلاب بقوا بيحبطوا من كلام الناس، ازاي هو يتخلص من كلام الناس؟ وهل كلام الناس ده هيأثر فيه؟ وهل مثلا يسمع لكلام الناس ده نيابه؟ مش طب لما توصل وبتكلم، طب لا مش الكلام اللي احنا كلنا بنسمعه، هل الكلام ده نتخلص منه ازاي؟ وهل ليه تأثير على الطالب ولا ملهوش؟ طيب انا هبتدي مع حضرتك في البدايه قبل ما نتطرق لاجابه السؤال ده، ان احنا لازم نتكلم عن عوامل النجاح الاول. نعم، عوامل النجاح. احنا المفروض نرجع لعامل مهم جدا قبل عوامل نجاح الطالب نفسه، وهي التربيه من الاب والام لاولادهم. نعم، التربيه. لان الولد بيبقى امانه عظيمه يعني وجوهره غاليه، تلك الجوهره قابله لكل شيء ينقش عليها، يعني ان الاب والام نوجه الطفل وهو صغير للخير هيعتاد الخير. نعم. ولو الاب والام ربوا الولد على الشر هيعتاد. نعم. لان الولد لو اتربى على القواعد السليمه الصحيحه، يعني ايه اللي هيجنيه الاب والام من ورا ده؟ اولا النجاح. هيعرف الولد حلاوه الثقه بالله عز وجل، وهيذوق برد اليقين. تمام؟ ده طيب. هيعود على نفسه وعلى امته وعلى مجتمعه بالنفع. نعم. ومن المنطلق ده انا بحب اوجه شكر واعتزازي وتوقيري لوالدي الحبيبين لتعبهما يعني معي في تربيتي وبذل اقصى جهدهما. نعم. عشان اوصل للي احنا فيه دلوقتي يعني. نعم. ده بالنسبه لدور الاب والام. بالنسبه لزملائي الاعزاء من الطلبه، سواء طلبه الابتدائيه او الاعداديه او الثانويه او الجامعه، اي مرحله، هم عليهم طبعا مسؤوليه كبيره ولازم يكونوا على قدها، لازم يكونوا قد المسؤوليه دي. نعم. فنصيحتي ليهم ان هم اولا يثقوا في الله عز وجل ويتوكلوا عليه، فمن توكل عليه كفاه. نعم. ثانيا عليهم بطاعه الله تعالى والبعد عن معصيته، فيقول الامام الشافعي في ديوانه: شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نعم. ثالثا عليهم بطاعه والديهم وبرهما، عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوه الوالد ودعوه المظلوم ودعوه المسافر. نعم. فبطاعتهما تقر عيناك دنيا واخره. وعليهم ايضا بالمثابره والجد والاجتهاد والصبر وتحمل المشقه، سواء في المذاكره او في الامور الماديه والماليه. طيب سياده المستشار، انا طبعا بعتذر لحضرتك، وان شاء الله وعد من حضرتك ان انت هتشرفنا في حلقه كامله ان شاء الله نتكلم فيها في كل حاجه لضيق الوقت، وانا اسف لحضرتك جدا واتشرفت بمكالمه حضرتك واشكرك شكر كبير خالص. طبعا مشاهدينا الكرام، في نهايه هذه الحلقه اريد ان اتقدم بخالص الشكر والتقدير الى ناس لهم فضل علي انا شخصيا، وبقولها قدام الجميع وبقولها صراحه. اولا بلا شك الحاج مسعد زيدان اللي هو والدي، ليه خالص شكر والتقدير اللي وصلني اللي انا فيه ده، والاستاذ محمد زين، والاستاذ عبد الرحمن عيسى، الاستاذ نصر السمان، الاستاذ محمد ربيع عيسى، الاستاذ عادل شتا السمان، الاستاذ محمد شتا السمان، الاستاذ مجد عيسى، والاستاذ سامي حوده، والاستاذ سعيد العطار، والكابتن طلعت حماد، والاستاذ المحترم عبد العزيز عبد الكريم،
مشاهدينا الكرام، كنتم مع الإعلامي أحمد مسعد زيدان، شرفت بكم وسعدت بكم، انتظرونا فيما هو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.